السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نقوم اليوم بمتابعة درس القسمة على العدد 2 والعدد 4 والعدد 8، وسوف نقوم بحل تمارين ومسائل صفحة 53. تعرفنا سابقا عند القسمة أي عدد على العدد 2 والعدد 4 والعدد 8، يجب أن يكون أحد العدد عددا زوجيا، لأن الأعداد التالية 2 والعدد 4 والعدد 8 لا يقبل القسمة على أعداد فردي. نبدأ بالسؤال الأول، أصل بين جملة الضرب وجملة القسمة المرتبطة بها، وقلنا دائما أن جملة الضرب هي عكس جملة القسمة. نبدأ بأول 6 ضرب 8. هذا إحنا يا تالس صرنا نعرف جداول الضرب، حافظين جداول الضرب. نحكي 6 ضرب 8 قد بتساوي 48. بندور على العدد لأنه 6 ضرب 8 هو حاصل الضرب 48. في جملة القسمة عكس جملة الضرب، بناخد العدد الكبير وهو الناتج، بصير هو المقسوم بجملة القسمة، والمقسوم عليه 8 والناتج رح يعطيني 6. بنشوف الجملة اللي بتتكون من هذا الحكي، بندور هيا العدد 48 تقسيم 8 وهو المقسوم العدد الكبير إشارة القسمة، والعدد الصغير العدد 8. إيش العدد اللي بضربه ب 8 بيعطيني 48؟ هو العدد 6. 6 ضرب 8 يساوي 48. 9 ضرب 2 تساوي 18. بدور على العدد المرتبط فيها، الجملة المرتبطة فيها 18 تقسيم 2 تساوي 9. 9 ضرب 2 تساوي 72. وين اللي ببلش ب 72؟ هاي العدد اللي ببلش ب 72 أو الجملة المرتبطة ب 72 تقسيم 8 بتساوي 9. 6 ضرب 4 وتساوي 24. إيش الجملة المرتبطة فيها؟ هي 24 تقسيم 4 وتساوي 6، لأنه 4 ضرب 6 تساوي 24. 9 ضرب 4 تساوي 36. 36 تقسيم 4 تساوي 9. 6 ضرب 2 تساوي 12، لأنه 12 تقسيم 2 تساوي 6. طيب السؤال الثاني، أجد ناتج القسمة فيما يأتي. 16 تقسيم 4. حكينا عشان نحصل على الناتج بنحول جملة القسمة إلى جملة ضرب، بنضحك على جملة القسمة بنحولها إلى ضرب. بحول جملة القسمة إلى ضرب، بحكي إيش العدد اللي بضربه بأربعة بيعطيني 16؟ هو 4. 4 ضرب 4 تساوي 16. طيب 32 تقسيم 8. بنروح نحكي المقسوم، هاي صرنا نعرف إشارة القسمة، بنضع المقسوم هو العدد الكبير هون والمقسوم عليه العدد الصغير هون، بنحكي بنحول جملة القسمة إلى ضرب. بحكي إيش العدد اللي بضربه ب 8 بيعطيني 32؟ هو العدد 4، لأنه 4 ضرب 8 بيساوي 32. طيب نيجي عند القسمة 24 تقسيم 2. إحنا يا تالت أخذنا 24 تقسيم 6، 24 لأنه حكينا 6 ضرب 4 يساوي 24. أما ما أخذنا 24، افترض أنه عندك أنت 24 قلم بدك توزعهم على شخصين، كل شخص أنت شو نص الـ 24 لو قسمناهم على 2؟ يعني شو نص الـ 24؟ هي 12، لأنه 12 زائد 12 يعطيني 24. لو جينا بدنا نحلها بالقسمة الطويلة 24، طبعا هذا الحكي يا تالت رح تاخدوه بالصف الرابع، أنا رح أحللك يا أورجيك كيف توصلنا للعدد 12. 24 تقسيم 2، نضع المقسوم هو العدد الكبير هون والمقسوم عليه هو العدد الصغير. بحول جملة القسم إلى ضرب، ببلش بمنزلة العشرات، آحاد عشرات، هي عشرات العدد. بحكي إيش العدد اللي بضربه باثنين بيعطيني 2؟ هو 1. 1 ضرب 2 بتعطيني 2، بحط تحت منزلة العشرات. ناقص بتصير هون 2، ناقص 2 بيعطيني 0. بنزل الأربعة، لسه ما خلصت، 4 بدي إيش العدد اللي بضربه باثنين بيعطيني 4؟ هو 2. 2 ضرب 2 يساوي 4. إذن 12 ضرب 2 يساوي 24. نيجي على اللي بعديها، 40 تقسيم 4. إيش العدد اللي بضربه بأربعة بيعطيني 40؟ هو 10. 10 ضرب 4 تساوي 40. اللي بعدها 14 تقسيم 2. إيش العدد اللي بضربه باثنين بيعطيني 14؟ هو 7. 7 ضرب 4 بتعطيني 14. 36 تقسيم 4 هي 9. بحول جملة الضرب إلى قسمة، جملة القسمة إلى ضرب، 9 ضرب 4 تساوي 36. طيب هلنا ناخذ هلأ يا تالت مسألة لفظية. وزع معلم 32 طالبا على 8 مجموعات، كم طالبا في المجموعة الواحدة؟ أول إشي بنتعرف إنها جملة قسمة من كلمة وزع، دائما كلمة وزع، و32 طالب، إذا المقسوم العدد الكلي كم من طالب عندي؟ 32، بقسمهم على 8 مجموعات، إذا 32 وهو المقسوم هو العدد الكبير إشارة القسمة والمقسوم عليه 8. بحكي إيش العدد اللي بضربه ب 8 بيعطيني 32؟ بحول جملة القسمة إلى ضرب، بحكي 4. 4 ضرب 8 وتساوي 32. إذا في كل مجموعة 4 طلاب. السؤال اللي بعده، أضع العدد المناسب في
في المربع كما في المثال. هلا في هنا عندنا جمله قسمه وبدنا نتحقق فيها بالضرب. حكينا دائما نتحقق بجمله القسم بايش يا طالب؟ بالضرب. 10 تقسيم 2 بتساوي 5 لانه 2 ضرب 5 تساوي 10. نتحقق فيها او 5 ضرب 2 تساوي 10 بالتحقق عادي لانه الضرب هي عباره عن عمليه تبديليه. 20 تقسيم 2 بحول جمله القسمه الى ضرب، بضحك عليها بحكي ايش العدد اللي بضربه ب 2 بيعطيني 20 هو 10. 10 ضرب 2 بيساوي 20، تحققت من حلي. 18 تقسيم 2 بحول جمله القسمه الى ضرب، بحكي ايش العدد اللي بضربه ب 2 بيعطيني 18 هو 9. 9 ضرب 2 يساوي 18. 12 تقسيم 2 بحول جمله القسمه الى ضرب، ايش العدد اللي بضربه ب 2 بيعطيني 12 هو 6. 6 ضرب 2 تساوي 12. هلا بدك تكمل الجداول، بدك تقوم بقسمه الثمانية على العدد 4. بدك تقسم هدول، هو هون اسمه المقسوم، المقسوم عليه، وهون إشارة القسمة. 8 تقسيم 4 تساوي 2، 16 تقسيم 4 تساوي 4، 32 تقسيم 4 تساوي 8، 36 تقسيم 4 تساوي 9، 40 تقسيم 4 تساوي 10. الجدول اللي بعدي، 8 تقسيم 8 تساوي 1، 16 تقسيم 8 تساوي 2، 32 تقسيم 8 تساوي 4، 40 تقسيم 8 تساوي 5، 64 تقسيم 8 تساوي 8، لأنه 8 ضرب 8 تساوي 64. طيب هلأ 8 تقسيم 2 يساوي 4، 10 تقسيم 2 يساوي 5، 12 تقسيم 2 تساوي 6، 14 تقسيم 2 تساوي 7، 18 تقسيم 2 تساوي 9. طبعا أنا حليتهم بصورة سريعة لأنه أنا متأكدة أنكم أنتوا حافظين جداول الضرب. هلأ رح نيجي على السؤال السادس، أضع العدد المناسب في الفراغ. بدنا نحط العدد المناسب بالفراغ. هلأ عنا إحنا بدنا نشوف شو الإشي المفقود اللي إحنا مش عارفينه. عندي هاي إشارة القسمة موجودة، الأعداد المقسوم هو الأعداد الكبيرة اللي بدي أقسمها موجودة، المقسوم عليه مش موجود. بدي أعرف هون عندي الناتج معروف. طيب بنحكي 16 تقسيم ايش بيعطيني 2؟ ايش العدد اللي بضربه ب 2 بيعطيني 16 والعدد 8؟ 8 ضرب 2 بيعطيني 16. نجرب الثاني، 8 ضرب 3 بتعطيني 24، إذا صح 8 ضرب 3 بتعطيني 24، 8 ضرب 4 شو بتعطيني 32، صح 8 ضرب 5 بيعطيني 40، إذا أنهانا حلي صحيح، إذا العدد 8 هو المقسوم عليه. برضو نفس الإشي هون، عندي إشارة القسمة موجودة، المقسوم عليه موجود والناتج موجود، بس أنا مش عارف إيش اللي بدي أقسمه عليه. إيش اللي بضربه اللي بقسمه اللي بضربه بأربعة بيعطيني 8 هو العدد 2، 2 ضرب 4 بيعطيني 8، 2 8 تقسيم 4 ايش بتعطيني؟ 8 تقسيم 2 بتعطيني 4، 10 تقسيم 2 بتعطيني 5، 18 تقسيم 2 بتعطيني 9، 12 تقسيم 2 بتعطيني 6. لما بدنا نتحقق، بدنا نتحقق بجملة الضرب، بدنا نعمل هاي المقسوم مع الناتج. 2 ضرب 4 بتعطيني 8، 2 ضرب 5 بتعطيني 10، 2 ضرب 9 بتعطيني 18، 2 ضرب 6 بتعطيني 12. بنروح برضو على الجملة الأخيرة، هذا اسمه المقسوم، المقسوم موجود، إشارة القسمة موجودة، العدد المقسوم عليه مش موجود. إيش اللي بضربه بأربعة بيعطيني 16 والعدد 4. بدي أحول جملة الضرب إلى قسمة، 4 ضرب 4 بتعطيني 16، 4 ضرب 6 بتعطيني 24، 4 ضرب 7 28، 4 ضرب 9 36. إذا أنا حلي مزبوط، اتحققت بجملة القسمة بجملات الضرب. إن شاء الله يوم الأحد سوف نبدأ بدرس جديد.